أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما يقال الآن بوقت الوسم وأنه يخرج فيه العشب وأن المطر، يقول أحسن الله إليكم: هل ما يقال الآن إذا جاء وقت الوسم وأنه يخرج فيه العشب؟ نعم، كل شيء جعل الله له وقتا، لا مانع من ذلك. أن تقول الوسم بإذن الله هو وقت الكمأة، هو وقت يكون العشب أجود، لأن مطر الوسمي أحسن من المطر المتأخر بإذن الله، فلا بأس بذلك. البذور والزراعة لها أوقات مناسبة لها. نعم.